وأنا منصور اليبهوني الظاهري. أنا مخرج ومنتج العمل هذا اللي هو الفيلم الوثائقي اسمه سويم 62. بيّننا فيه هو التناغم اللي موجود ما بين الجنسيات والتعايش اللي موجود هنا المختلف، كذلك بيّن الرقابة الذاتية والمسؤولية من جانب المحافظة على البيئة ومحاولة الاستدامة. الحقيقة هم يعني سبح هو طبعاً 62 كيلو حول أبوظبي، لكن التدريب لها كان تقريباً سنتين. التمارين اللي تمت حول أبوظبي كانت تحديات بصراحة يعني مختلفة من التضاريس ومن غيره، ولكن اللي قدر يسويه الأخ منصور أنه سلط الضوء على البيئة والاستدامة والأشياء الشخصية للإنسان اللي ممكن أنه يعني تواجهه في الحياة.